بسم الله الرحمن الرحيم. دي مقدمة عن قناة Simplified Mathematics. القناة دي أنا اللي عاملها. القناة دي هتبقى متخصصة في شرح الرياضيات لجميع المراحل باللغة العربية وباللغة الإنجليزية Mathematics لجميع المراحل. القناة دي هيبقى فيها خبرة 15 سنة تدريس في كافة المراحل التعليمية ابتدائي واعدادي وثانوي. هيبقى زي ما قلت من شويه باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه ماثيماتكس. هنشرح فيها كل جزئيات المنهج كامله، حل تمارين على كل الدروس باستمرار. هنهتم بالطريقه الجديده في الامتحانات اللي هي مقرره على طلب ثانوي في النظام الجديد. هنبتدي حتى ندرب اولادنا في المراحل الاقل من المرحله الثانويه، سواء المرحلة الإعدادية أو الابتدائية، على النظام الجديد في الأسئلة. وطبعا مش هنغفل الأسئلة اللي بتلم كل جزئيات المنهج. هيبقى فيه دايما مراجعة نهائية تشمل المنهج بالكامل في حصص مكثفة. هيبقى فيه حل كامل للامتحانات. نتمنى إن القناة تكون مفيدة لأولياء الأمور وللطلاب، لأن في الكثير من أولياء الأمور هم اللي بيتابعوا أولادهم وما بيبقاش في عندهم إمكانية إن هم ياخدوا دروس، سواء في مجموعات أو في دروس خاصة، أو حتى في البعض منهم سواء بياخد مجموعات أو دروس خاصة بيبقى محتاج مراجعة على المعلومات اللي اتعلمها، لأن طبعاً مش بيبقى كلها في دماغه. القناة دي هتقدم مساعدة كبيرة ليهم. نتمنى إن شاء الله إنها تكون مفيدة للجميع، و يا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.